بسم الله، نشوف ازاي نعمل قطع في الأرضية. خلينا نعمل فاميلي، اقول له نيو فاميلي. انا عايز دلوقتي اعمل جينريك موديل، فاروح هنا للجينريك موديل، بس انا عايزه يبقى مرتبط بفلور بروف الحاجات ديت، تمام؟ فهقول له انا عايزها باي فيس، جينريك موديل فيس بيست، اوبن. تمام، ده الشكل اهوت. انا المفروض برسم على الجزئيه ديت، تمام؟ فهاجي هنا هقول له void extrusion، وهبدا ارسم الشكل بتاعي بالشكل دوت، تمام. قال لي نروح للفيو يوزر انترفيس، هقول له اظهر لي البروجكت براوزر، وبعد كده هاجي هنا هقول له موافق، تمام. اقدر اظبط الشكل دوت على اساس ان انا اتحكم فيه بالارقام، اقول له ريفرنس لاين او ريفرنس بلين، وبعد كده اقول له دايمنشن من هنا لهنا لهنا، دول بيساوي بعض، ومن هنا لهنا لهنا دول بيساوي بعض، ومن هنا لهنا ده مثلا نخليه اكس او واي بالشكل دوت، تمام. فاختار ده واقول له انا عايز دوت الليبل بتاعه اكس مثلا، عشان اقدر اتحكم فيه بالارقام، اقدر اتحكم فيه بسهوله. وده ممكن نخليه اكس يبقى كده مربع، او ممكن نخليه واي يبقى مستطيل، تمام. طيب الشكل ده ملوش علاقه بالارقام دي خالص، فهاجي هنا اقول له الاين واقفل عليه، بحيث ان هو اول ما الارقام دي تتغير، اول ما الريفرنس لاين يتغير الشكل يتغير معاه، تمام. وبعد كده هاجي هنا في الاليفيشن، تمام، وبرضه هرسم ريفرنس لاين عشان اقدر احدد الدبس بتاعي، تمام. ودي ممكن تقفله بحيث ان هو يبقى 120 بس ما يتغيرش، او ممكن تديله بارامتر بحيث ان انت تقدر تغير فيه زي ما انت عايز. وهنا برضو، تمام. هاجي بقى في 3D واقول له انا عايز اعمل قط بين الشكل الكبير دوت والفويد دوت. اديك شايف شكل القطعه اهو حصلت، تمام. بعد كده هقول له انا عايز احمله في قلب المشروع لود انتو بروجكت، اختار المشروع دوت، تمام. وتقدر تحطه بقى على اي ارضيه، خليني يعني ممكن تحطه مثلا هنا، بيعمل لك الاوبننج بالشكل دوت، تمام. خلينا نروح ل ليفل 1، تقدر تعمل سيلكت، ومن خلال الارقام تقدر تغير زي ما انت عايز. احنا معلمين على الفلور، اللي نعلم على الاوبننج ديت، تيجي هنا وتقول له edit type وتغير الارقام زي ما انت عايز. يعني ممكن تخلي ده مثلا 2000 وده 2000، تقول له apply يتغير بشكل دوت. طيب ممكن تعمل الحاجات دي بطريقه اسهل، اه ممكن. لو انا عايز اموديل امبليس اقول له component model emplace، واختار اي شكل انا عايزه مثلا اهوت، بس لازم اقول له void واختار انا هرسم فين. يعني ممكن الاقي نفسي برسم في يعني في مستوى غير المستوى اللي انا عايزه. بص هو انا المستوى فين،
مش متطابق مع الشكل اللي انا عايزه. ممكن ترسم وبعد كده تسحب، او ممكن تغير المستوى تقول له ست وتظبط المستوى ان انت تشتغل على الحاجه دي، مفيش مشكله. هاجي هنا ارسم اي شكل، المهم لما اجي اقطع يكون فعلا موجود في قلب الحاجه اللي انا عايزها. تمام، واجي هنا اقول له موافق، واقول له الشكل دوت مديه لحد هنا، والشكل ده مديه لحد هنا. الشكل دوت، وبعد كده نعمل قط بالشكل الكبير والشكل اللي احنا راسمينه فينيش موديل، فبقى عندي اوبننج اهوت وعندي اوبننج اهوت.